متابعينا الكرام والكونتر، السلام عليكم. فيديو جديد، تجربة جديدة في ولاية زغوان المرضية. باش ندورو ولاية زغوان، نكتشفوها مع بعضنا، نشوفو أهم البلايص والأماكن المزيانة الموجودة فيها. إن شاء الله تستمتعوا معنا بالرحلة هذه وتعملوا برشا جو. هذا القوس الروماني. حاولوا نشوفوا القوس الروماني هذا، نمشي وصلنا. ثم الدروج منا، رجعنا القهوة. شوفوا الجامع هذا، مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الأندلسي، أسس حوالي 1019. ما شاء الله، هذا هو الجامع. موافق 1610. هذا واكب عديد ال ان شاء الله. هو تأسس سنة 1019 ميلادي. إلى جانب جمال المدينة العربي وجمال أهليها، لقينا برشا محلات ومنازل مكتوب عليها كعك ورقة بالنسري. علاش ما نلقاوها كان في زغوان، ما نلقاوش في بلايص أخرى في تونس؟ مشينا للحبيبة باش تحكينا على أسرار النسري وكعك الورقة اللي مشهورة به ولاية زغوان. دونك بارك الله فيك مدام، وعايشك انك تصور معانا، خاطر برشا في زغوان ما يحبوش يصوروا ويحشموا ويقولوا ليه. دونك هما عندهم الحق. مدام حبيبة بن سليمان، المحل نتاعك في زغوان معروف، تبيع كعك ورقة بالنسري. كل ما نمشي وكل دورة في زغوان لازم باش نلقاو كعك ورقة بالنسري. شنو السر في الشيء هذا؟ خاطر هو هذيك ربي نعم عطاه لزغوان خدمة الناس كل تو، الحمد لله يا ربي. باب كيك ربي سبحانه حب يعطيه رزق لزغوان، خاص بزغوان. وشنو اللي يميز كعك ورقة بالنسري الزغواني على كعك الورقة العادي؟ وليدي والله هي اسرار الخدمه، راهي وراهو خدموا في برشا بلايص اخرين، ما في زغوان راهو وحده نسريها وماها وارضها نتاع النسري يجي معناها باهي النسري وتجي الخدمه باهي. سبيسيال معناها النسري نتاع زغوان، سبيسيال سبيسيال يبقى كان في زغوان. شنو هي نبتة؟ شجرة هي في الجبل، بالماء منها للجبل. لا جوست هكا شوية وبرا، ما تعطيش كل شيء. لا ما هو معناه يقطروه تقطير خاص، معناه يحب على نار هادية ويحب ما فيش برشا ماء والنار حتى تدوب باش تقطر سلة سلة ويجي مش كيما الزهر وكيما العطر شيء، فهمتني؟ ويتشرب وحده ولا ما يتشربش كيف الاخرين؟ يتشرب ويقولوا باهي للقلب زادة. هاي باهي، معناه عنده منافع أخرى. منافع أخرى إيه. هاي باهي. عايشك مدام، فكرنا في الاسم. حبيبه مدام حبيبه. في وسط البلاد العربي، في وسط البلاد العربي في زغوان. عايشك بارك الله فيك مدام، من غير الله يخليك. مرحبا بك. عايشك. دونك تو خذينا النسري كعك ورقه بالنسري. دونك باش نجربوا تو كعك ورقه بالنسري قبل ما نمشيو نفطر. روعة. منين؟ في زغوان. حاجة ما شاء الله ولا يعطيها الصح. والله هو نسيت اسم المحل، نانا مع شكون عندنا؟ خدت حبيبة. ليه خلينا من عند نانا؟ وصلت في حبيبة. بون لا محالة، خلتنا حبيبة ما لقيناش فيها، خلى حبيبة ما لقيناش عندها، خلينا من المحل مقابلها، يعطيهم الصح. متابعينا الكرام، زينا واصلين جولتنا في ولاية زغوان في البلاد العربي، حاجة مزيانة برشا في زغوان. إن شاء الله تستمتعوا معنا بالرحلة هذه. معنا صديقنا حلمي. صباح الخير، مرحبا. صباح النور. صباح النور سي حسام، مرحبا بك، شرفنا خويا، مرحبا بك. الله يخليك. دونك زغوان يحب لها برشا سبور باش تطلع، خاطر عالية بلاد العربي عالية، وديما احنا عودناكم بالفيديوهات كسرة العليا، تكرونا، مشينا للزريبة العليا، زغوان توا
ان شاء الله اهم حاجه تصنتوا معنا في الرحله هذه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وكذلك ارائكم في الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. المدينه العربي المزيانه واللي استقبلوك اهلها بالابتسامه تزينت بلوحات الجرافيتي الموجوده في كل نهج وفي كل زنقه. عك ورقة بالنسري. هذم كل المحلات كانوا حتى الليلة. هذم يعني حط المحلات نتاع الديار. ديار محلات نتاع عك ورقة بالنسري. فما اللي يبيعوا اللي يعمل رقصة. أي. هذا يمكن برشا حس صار نحكي دونك اذا نجمو نسميه هذا يمكن نسميه حلمي شارع الحب، يمكن نسميه شارع الحب. صباح نلقى بنات يعمل في شوتينج دولي الانيفرسير نتاعها خاطر شادة زوز نوامر 26 26 شوف الحاجة المزيانة نظر كي نديرو على اليمين منا كيفاش هاك اطلع فوق نصور منك أو بشري باش يجي باش يقلق صح ما جبتش معايا الميكرو شايفين الطقس باش يكون معناها مفماش ريح وصافي كل الوقت ان شاء الله مزيان ال هاي اللي باش يزور زغوان هي مزيانه برشا عبيدة طيبين برشا، ما يلزم حاجه، فما حاجه سبيسيال شويه، حاجه خاصه شويه في زيارتك لزغوان انك لازمك تكون رياضي، لازمك تكون سبورتيف، خاطر فما برشا دروج باش تطلعهم، باش تهبط على اليمين على اليسار، باش تمشي في برشا بلايص، دونك لازمك تكون سبورتيف وتستحمل لانها يعني عاليه جايه عاليه برشا. شوف بار اكزومبل نوريكم ليكزومبل هذا نتاع الدروج او كيما تشوف شوفوا المدينه العربي كيف هي كيفاش حي على الصلاه هذا كيما تشوفوا الجامع الحنفي بزغوان قابلوا منا الزنقة الحلوة المزيانة هذه صراحة راني ما فهمش برشا في الفرق حنفي ولا حنبلي ولا نعرف المذهب مالكي في تونس شنو الحنفية دونك كيما قلنا لكم المذهب الحنفي تسمعوا حنفية لأنهم هما أول فرقة أو المجموعة من المسلمين كان استعملوا الحنفية للوضوء شوفوا شارع ذي مشي هزنا
باش نهبطوا شوفوا الدروج نعطيهم صورة عامة. واحد يسيس روحه شوي زول ياك باش نخرجوا من البلاد العربية. نرجعوا يكون في الجامعة بلوط. فهمتك. جميع يسيقوا سيس روحك برا حل. سورتو هي دروج جاية عالية. شوف معناها منا تعطيك منظر مزيان برشا المشهد. جبل وسحاب كيفاش قريب. يا هو كان جا طقس بارد الواحد يمكن كان يطلع الجبل الفوق تجي التصويره ممتازه. لكن اي ماما جاتك هاي نمشي شوي تطلع جيت لي نحن. نطلعوا تو نرجعوا بكري كنا هابطين تو باش نطلعوا لدروج الفوق. سيدي علي عزوز قلت لي كي تخرج من زغوان تبقى برشا اولياء صالحين. سمينا شويه واحنا خارجين كي تخرج من زغوان. انت خارج من زغوان ماشي طريق سريانه تلقى سيدي خلينا نتفكروا سيدي عويدات سيدي زيد سيدي الناوي سيدي سعيد هذوما اللي تفكروا معنا الاخرين. صلي على النبي. فماش برشا حركة. شوفوا الشارع هذا شنو باش يخرجنا. اما اللي باش يجي لزغوان ما يلزموش باغ اكزومبل يعمل تكويرة ولا 24 ساعة. هذه صورناها بكري. دار هذه هاي هذه اللي صورناها صورنا منها كدروج. نرجعوا على اليمين. اي يجينا ما دخلنا تو احنا لمحالة مقاومة مكتبة سيدي علي عزوز ولكن الرجل الكريم بارك الله فيه حالنا المكان وقالنا نجم تدخلوا تصوروا حاولوا نشوفوا حاولوا نكتشفوا المكان هذا مع بعضنا. بسم الله فهمت شنو هذا اللي قلناه. الجمعية القرآنية. هذه مكاتب الجمعية القرآنية. فهمت. شايف بأن الولي صالح سيدي علي عزوز زاد منا. عايشك بارك الله فيك. اي باهي باهي واضح الله يخليك. عرفنا بالاسم؟ احمد قدور امام خطيب وجاب حنفي بزوان. باش نسالك بربي على خاطر بكري نحكيو على الحنفيه وصورنا الجامع نتاع الحنفيه. شفتوا هذيك وقت خارجه اي شنو هو الفرق بين الحنفيه والمالكيه والحنبليه خاطر فما برشا مذاهب. موضوع طويل موضوع طويل مش نتاع فهمتك. موضوع طويل والله الفروق المذاهب الاربعه متفقين في الاصول. اي الفروق الا في حاجات بسيطه تفاصيل مثال واحد يكفي. بالنسبه للمنبر اللي يطلع منه الامام يخطب اي منبر الحنفي ثابت ما يتحركش
مبني بني اخر. الملكيه معناتها كي تكمل الخطبه يدزوا عنده من المكان تاعه يدخل لداخل حاجه نسيت انا ثم بعد الطقوس معناتها بعد الاذكار معناتها تسبق صلاه الجمعه وبعد الجمعه بين الحنفيه معناتها الملكيه معناتها تاخذ الطوف للصلاه انتهى كل شيء. في الحنفيه فما طقوس مع ادعيه وماثورات معناتها تقارن معناتها واذكار خاصه معناتها قبل الخطبه وبعد الصليب حاجات معناتها تقول عايش بارك الله فيك. كيف نسقوا سيدي مسعود ولي صالح يخدم في يخدم سيدي العبد ولي صالح. بسم الله هذا مقام الولي صالح. لا سيدي مسعود. سيدي مسعود خادم سيدي العبد. خادم خديم نتاعو هذا المقام. المقام لا لا هذا مقام سيد علي عزوز. بسم الله سيد علي عزوز. اللي يفرق سيدي علي عزوز على سيد صاحبي مثلا اللي صورناه في القروان انه سيد صاحبي فما ديما ناس موجوده يقولوا لي تقعد بجنب المقام وتقيم غادي. قبل سيدي علي عزوز كان هنالك السبالة أو الحنفية اللي ما تتوقفش عن العمل ليل ونهار وأصبحت ملاذ لعدد المواطنين من المدينة أو المدن المجاورة أنهم يتحولوا خصيصا باش يشربوا منها. روعة اللي خارج منها حاجة صافية غير صافية غير ما تقعد تشريه. شوفوا الزنقة هذه ياسر ذيقة حتى انت باش تخرج امرأة ولا يمكن راجل ولا صعيب كان ينجم يمشي في وسطها. حلمي ما نجموش نمشيو زوز بجنب بعضنا. نجموش لازم واحد هكا هو يمشي و كيما شفتوا يعني الزنقه هذه ما نجمش يمشيو فيها زوز يمشي فيها واحد هكا هو يعني مراه يمكن كي تقابل هي وراجل تستنى حتى اللي يخرج وهي تدخل. كان نصيحة للإخوة هذا طريق للأسف كان طريق بعيد وطريق غالط قعدنا نمشيه حوالي 25 إلى نصف ساعة باش وصلنا لمعبد المياه ولكن كان المنظر جميل وما نجمتش نقص التصوير ولكن فما طريق آخر مختصر اللي رجعنا منه وتنجموا تمشيوا منه لمعبد المياه في زغوان ولكن هذا الطريق غالط. هذا طريق معبد المياه كما تشوفوا رايا هذا طريق معبد المياه مازلنا ماشيين زال طريق طويل تستقص السخون في باليش بعيد بالبعد هذا الكل كنت ماشي بالي من الناس اللي تمشي برشا وما تعبش اكثر واحد في صحابي ما يطلع حلمي ما شاء الله قلت له حلمي عاد خذينا تاكسي ولا حاجه
وطلعنا قال لي لا تمشي مشي على سقيك باهي سبور باهي. اش قولك يا حلبي؟ جو باهي خويا جو باهي. انا سبورتيف وصحتك على كيف. مشيو عندنا تقريبا بدينا نصوروا من 11 هو بريسك ماضي ساعة. الطريق اللي وريناه لكم تشيوش من بيت هم بعد صديقنا حلمي شي ورينا طريق اخر اقرب نختصروا عليكم المسافه باش ما تعبوش. اما الناس المغرومه بالمارش مغرومه بالسبور باش تمشي من الطريق هذا سي ما عادش تعب. واخيرا والحمد لله منتزه معبد المياه. ما ننصحكمش اللي عنده شي جاله سقي يجي على تاكسي بعيد ما يسمعش كلام صاحبه يقول له نمشيو بعيد بعيد تمشي ربع ساعه بعيد. يمكن نمشيو توا عندنا حكايه 4 دراج هذا هو معبد المياه هذا هو معبد المياه بيزغوان. دونك السيد اللي شفتوه يعمل راب اغاني راب. لما خلينا نشوفوا ساعة المنظر او المشهد جميل يحكي لنا عليه. شنو هي الساعة هذه حلمي؟ هذه نتاع الماء هذايا غاديك الماء ومن هنا تصير لاصراسيون الولاية وبعدين الولايات الموجودين في العاصمة الكل الولايات المجاورة في العاصمة. دونك نطلعوا منها تحكي لنا على ال الماء الحلو هو هذايا علاش زهوان بلاد الماء لأني من قبل من الحضارة القرطاجية الموجودة كان ياخذوا الماء من هنا ولتو إلى حد الآن موجود الماء موجود نتاع زهوان في العاصمه يعني المياه الشرب تكون هنايا. باش نزيدو نطلعو توا شنيا هذه ال هذيك الفسقيه توا يخرج من غاديك الماء شفت المحفر هذوك اي موجود غاديك يخرج من الماء في المنبع نتاع الماء منبع نتاع الماء حاول نشوفو مسكرة اي مسكرة ما نجموش نصوروها لكن المشهد منا رائع روعة روعة ما شاء الله عليك يا برو بابا والله تبارك الله عليك
مازلت محضر طارق قد ايه؟ اي. مازلت محضر 9 تيترويات باش نخدمهم، باش نهبط منهم كليبات والكل، معناها نهار السبت وقلت ربي باش نعمل كليب. اي. ومازلت عندنا برشا خدمة. شان يوتيوب اليانو. اليانو. هكا معناها تكتب اليانو ويطلع لك الشان نتاعي. مازلت عندنا برشا خدمة لهنا سيرتو، معناها ديما في زوان وديما نحب زوان ونشكر زوان برشا برشا. ولاد حومتي بالرسمي وقفوا معايا. والله نصلي على النبي وتحية بيرات ام سي، هذاك هو ماني اللي قاعد يسجل لي وقاعد يعمل لي في كل شيء. السلام عليكم. هذا شنو حلمي؟ هذا؟ فسقية متاع ماء. فسقية متاع ماء. المدخل نتاعها حلو برشا. طلع على المنبع. كيف ما تشوف عادي عادي اعطينا حتى كي كي عادي مش مشكل. هاي ذوق حاجه صب شويه وبرا شويه وبرا مش برشا لا لا شويه وبرا يزي في البرك في البرك في البرك عايشك. ذوقوا التاي نتاع الحاجه شنو رايك فيه؟ التاي خويا بسم الله هو ودي بالنسري وليدي بكل شيء باش نسري. اي نسري ونعناع وشنو هذا؟ ابوي ونعناع وزعتر وكليل زعتر وكليل يا عم 66 كيف والله يا عم 66 كيف هاي التاي نتاع الحاجه شنو اسمك يا حاجه؟ شنو اسمك يا حاجه؟ اي اسمي محرزي شرف حاجه محرزي تاع الطومب تلقاها اي اي في مدخل معبد المياه او تي بنين برشا وفيه النسري وفيه كل شيء فيه الكليل والزعتر كليل وزعتر والنعناع عندي خمس اولاد حتى واحده يصرف علي موجوده ايش عندي اللي يعمل لي نايل ولدي عندي خمس اولاد نايل ولدي يصرف علي شو معناها مالجري منين انتم حاج؟ نيص لي من نظو اما ساكنه هني وماشكي هني وجايبه حشاك 12 كرش وعمري في 84 ما شاء الله واحد يعاون فيها لو واحد يعاون ونشري في الدويبه 80000 ان شاء الله ربي يعاون عايش بابا عيالي عايش والله عيد رب العالمين يعيدوها لي نيوليهم ليش فيك؟ شكون ما عادش عليك يا حاج؟ ولادي وبنيت لهم وطلبت عليهم وعرست لهم بعد بويهم بعد المات هذا الكل ولا من يجيك ويقول لك هم عيدك مبروك ويذبحوا حذايا ما يعطونيش لحم. ربي يهدي. عندي زوج هجاجيل الهجاله هذيا والهجاله الاخرى. ربي يعاون. ربي يعاونك يا حاج. متابعينا الكرام دونك تو وصلنا لنهاية رحلتنا في ولاية زغوان، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، إن شاء الله تكونوا عملتوا جو كبير معنا، أهم حاجة إنكم تستمتعوا بالرحلات اللي قاعدين نقوموا بها. في مختلف ولاية الجمهورية مشكور صديقنا حلمي اللي رافقنا اليوم ان شاء الله يكونوا الناس عملوا جو فما برشا حاجات صارت ما نجموش نعديوها في الكوليس على كل حال مشكورين اهالي ولاية زغوان على الترحاب الممتاز المزيان مزيانة زغوان فيها برشا بلايص بيت تستحق الزيارة قبل ما نقفلوا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس وكذلك أراءكم واقتراحاتكم حول الفيديوهات اللي قاعدين تقوموا بها.